قضية التي لا تجاو... التي لم يتحدث عنها الأخ كمال، قضية أعتقد الوزارات نفسها برضو هي السبب، يعني المحاصصات المشكلة الأساسية، المحاصصات أسلوب المحاصصات أيضا أدى لتعطيل هذه الحكومة. يعني مبارك الفاضل غير راضي بالوزارة، السيسي لا يريد وزارة، يريد منصب رئاسي، يعني هذه كلها أسباب أخرت الحكومة. الشعب داير شنو؟ ما داير وزارة؟ أعتقد أنه يعتقد أن المامونح له لا يوازي وزنه السياسي وكسبه في مؤتمر الحوار. نقطة مهمة جدا جوهرية، وأنا أعتقد يعني حتى الآن هذه النقطة لا يجد لها أو لا يحاول أن يجد لها أساسا إجابة. هو لنفرض أنه أخذت أنت 99% من الوزراء، هل هناك تصويت داخل مجلس الوزراء؟ مجلس الوزراء هل هو بصورة جمعية بيتخذ قرارات بتصويت، يعني أو هناك قضايا تخص يعني يصدر فيها قرارات من مجلس الوزراء؟ بنظرة واضحة يعني للوضع الآن بعد التعديلات السورية التي استحدثت منصب رئيس مجلس الوزراء، واضح قسمة السلطات. الطريقة التي هندست بها هذه العملية تضمن لكل صاحب حقيبة وزارية أن يكون مسؤول في اختصاصه فقط، يعني أن ينال حزب 50 أو 60، أو ليس هناك أي معنى، لأن الوزير سينشغل بالحقيبة التي هو فيها، وطالما هو سينشغل بها إذن ليس هناك أصلا داعي من الأساس كان لاستحداث منصب رئيس الوزراء والتشكيل الحكومي، لأن العملية لن تؤثر على واقع الواقع السياسي الموجود الآن. هذه المشكلة لو نظرت إليها من ناحية ثانية ستجد أن الغالبية من الأحزاب التي دخلت الحوار والآن تتطلع للحكومة تركز تركيز شديد جدا على ما بدأ ما ذكره الرئيس بأنها قسمة الكيكة، بمعنى آخر ليس هناك أكثر وأبعد من ذلك برامج. طيب يعني ربما هسه الآن أحمد الشعبي أنه قضية الحريات، طيب، لكن ليس هناك الآن حزب يتحدث على ما بعد القسمة. نفترض الحكومة الآن شكلت هسه هذه اللحظة، ثم ماذا بعد؟ ما الذي سيحدث بعد ذلك؟ يعني لا، يعني أنا ما بستبعد التسوية كويس، لكن أنا بقول تسوية لن تكون على حساب مخرجات الحوار. مخرجات الحوار ده اتفاق سياسي كل الأحزاب موقع عليه بما في المؤتمر الوطني، وقسمنا مخرجات الحوار لدستوريات وقانونيات. انتوا متمسكين بالشكليات، متمسكين بال التسوية. كمان انتوا متمسكين بالتعابير، كنتوا اكثر من جوهر الموضوع نفسه. الحاجة يعني صار الشيخ دي يعني زي ما صار هي دايرينها. لا بظلم يا طاهر، أن إحنا متمسكين بالجوهر، بالجوهر متمسكين بالحريات، كويس؟ الحريات بمفهوم الدستور الراقي. لما خلاص عرفناه يا أستاذ كمال، إحنا هسه برضه في موضوع الوزارات، برضه أنتوا عندكم فيها رأي. الوزارات يا طاهر، أنا إحنا الحزب الوحيد حتى الآن ما رفع ترشيحات، ما قال عايزين وزارات، تم وزارات كويس. أنا إحنا بنتكلم الآن على برنامج البرنامج ده يتحقق. أن إحنا ما عندنا مشكلة بتاعت وزارات، ما عندنا مشكلة بتاعت نسب. أن إحنا في البرنامج دي حكومة بتاعت برنامج، ما حكومة. طيب موضوع التعديلات مش ماشي على تسويات الآن؟ مش في تفاهمات فيه وماشي إلى الأمام؟ والله بعد طرحي بدرية للتعديلات بالشكل الأساسي الأثيرت فيه مبارح، أن إحنا أي تسوية لن نقبل بتسوية ما لم تعيد التعديلات الموقع عليها من القوى السياسية إلى دائرة الضوء ويصوت عليها البرلمان. في حال لم يحدث المؤتمر الشعبي لن يشارك في السلطة.